كلمة الجن في اللغة العربية وين تأتي من كلمة الاجتنان بمعنى الاختباء أو الاستتار. نقول جنة أي أرض مزروعة متداخلة أشجارها تستر ما تحتها. والجن كما ذكر الله سبحانه في القرآن أنه خلق قبل الإنس، قوله سبحانه والجن خلقناه من قبل من نار السموم وقد خلق من مارج من نار. مارج من نار، المارج وهي النار الشديدة الحرارة التي لا دخان فيها. والجن سبحان الله خلقوا قبل الإنس، دليل يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. سبحان الله، دليل سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن فكيف عرفت الملائكة أن هناك من يفسد ويسفك الدماء؟ دليل كما جاء في التفسير أن الجن خلقوا قبل الإنس فسبقوا ونهبوا وأفسدوا وقتلوا بعضهم بعضا، فسلط الله عليهم من يذيقهم العذاب ومن يرسلهم إلى الجزر والجبال. والجن سبحان الله يأكلون ويشربون ويموتون ويبعثون، فلهم صفات مماثلة كما للإنسان، يتوالدون ويتناسلون. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. آيات تدل على أن الجن لهم ذرية وهم قبائل. سبحان الله، الجن لا يرى، يرانا ولا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يعيش معنا ولا نراه. لكن من خلال هذه الخطبة إن شاء الله ستعرف مكان وجوده وتعرف كيف تتقي شره. الجن سبحان الله خلق الله سبحانه وتعالى من أجل شيء واحد وهو العبادة، قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هم مكلفون ولهم اختيار، مكلفون بالعبادة فلهم الخيار في أن يعبدوا أو يعصوا، وهم كذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم القاسطون ومنهم المسلمون كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الجن. وطعامهم لهم طعام يأكلون ويشربون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، ثم قال له ولا تأتيني بعظم ولا روثة فإنهما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين. نصيبين اسم قبيلة من الجن، ونعم الجن كما قال صلى الله عليه وسلم قبيلة كانت مؤمنة متقية تؤمن بالله وبرسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني وفد نصيبين ونعم الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم إلا وجدوا عليه لحم عظم ولا روثة. في حديث آخر كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو طعامه، والروثة أو الروث طعام أو علف لدوابه. لذلك فينبغي للمسلم عندما ينتهي من أكل اللحم أو فيبقى العظم أن يذكر اسم الله عليه ويقول بسم الله كي يأكله الطعام كي يأكله شيء من المسلم. والجن سبحان الله
يتوالدون ويتناسلون، لكن هم أكثر عدد من الإنس. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قد قسم أو قد جزأ الجن والإنس إلى 10 أجزاء، جزء واحد للإنس و9 أجزاء للجن. كلما ولد لابن آدم ولد، ولد للجن 9، وهم أكثر أعمارا من الإنس، يعيشون أطوالا أو أعمارا طويلة. وقد ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وذكر البيهقي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يوما يمشي في مكة فوجد حية ميتة فدفنها، ثم سمع هاتفا يقول: رحمة الله عليك يا سواق. فقال: من الهاتف؟ قال: هذا الذي دفنت، سواق جندي، لم يبق إلا أنا وهو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الجن أطول أعمارا، وقد يعيشون 1000 سنة، 1500 سنة وأكثر، ويعلم الله سبحانه وتعالى كم يعيشون. هم أطول أعمار، وهم كذلك مأمورون بطاعة الله عز وجل وبرسوله، يعذبون كما الإنس سبحان الله. وهم خلقوا كما قلنا، خلقوا من النار. وقد يقول قائل: إذا خلق أو إذا كان الجن مخلوق من النار فكيف يعذبون في النار؟ إذا هم خلقوا من النار فكيف يعذبون في النار؟ هم فعلا خلقوا من النار، لكن طبائعهم تحولت إلى شيء آخر. وكذلك الإنسي خلق من طين، إذا جرح لا يخرج منه طين بل يخرج منه دم، لأنه خلق أصل الخلقة من طين، لكن تحول إلى شيء آخر، والله سبحانه أعلى وأعلم. الحمد لله ينبغي للمسلم أن يعرف أماكنهم. هم يعيشون في الكهوف وفي الجحور وفي الجبال وفي المزارع أرزقهم الله، في الكنائس وفي الأمكنة التي فيها الأصنام والديور، ويعيشون في مكان القاذورات والمراحيض ومكان المصانع.